اول شفت البارح المقابله في التليفون صارت كاين اخطاء، ماشي ما كاينش، كاين اخطاء في اللعابه، حيت حنا المغاربه ربما كنلعبوا معصبين شويه، ربما هاد المحترفين ما كيقدروش حيت كاين صراعات داخله وسط تشكيله الفريق الوطني. المهم هذا درس، ماشي درس، فيه اخطاء باش نكونوا واقعيين. مزيان المدرب لعب هذه المقابله الاولى، وكاين مقابله ثانيه في المركب الرياضي محمد الخامس، وكاين مقابله ثالثه غتلعب في امير مولاي عبد الله. انا كنقول السيد المدرب والسيد القشاع بكل احترام، اعاده النظر في المقابله ملي كتلعب في الملعب، حيدوا ذوك المراوغات ديال لعاب غادي باقي يقلب لعاب باغي سونطري، حيد على لعاب كيرجع كره لعب على الارض هكا تلعب. شو لي زاميريكان كيفاش كيلعبوا، كيحلوا 3-0 كيبان لي اخطاء الدفاع، هذا المشكل عندنا، اخطاء الدفاع، ما كاينش تركيز، ما كاينش رجل الحربه في الدفاع. ربما كاين، انا حصلت لشي ديال الكره كنفهموا، كاين خلل وسط بين الاربعه والخمسه، يقدر يكون معيور بعضياتهم، يقدر يكون شي ما تهش عليا يدك ما تخوتش عليا في الملعب. اداء لا يشرف الكره المغربيه، لا هجوم قاد، لا دفاع قاد، لا حتى حاجه، ما فهمناش المشكل فين، المدرب ما فهمتش علاش مبغاوش يحيدوه، مدرب ما صالحش نهائيا باش يدرب المنتخب الوطني، وكيفاش حنا غادي نتقبلوا مدرب انه عاير الكره المغربيه، انه قال شحال من حاجه ونعطيو حنا الفريق المنتخب ديالنا ديال البلاد نعطيو ليه انه يدربوا لينا على واحد الكوب كبير، ما فهمتش انا الثقه اللي حاطه فيه الجامعه، ما فهمتش كيفاش الاداء ديال اكثر من بزاف بالنسبه للعابه اللي عندنا حنايا، ماشي هادو اللي كنقول لك، كاينين شي واحدين مزيانين اللي كونفوكين، كان عندنا لعاب احسن قدروا نديروا بهم اداء، ولكن كيبقى المشكل في المدرب، في شويه العنصريه ولا ما عرفتش، مع هذاك الشيء كيبقى على حساب المونتاليتي ديالو. اخويا اش غنقول لك، النهار البارح ديال المنتخب فرحانين، النهار كله حنا كنتسناو المنتخب، النجوم ديال العالم كلشي غادي نلعبوا، في الاخر ولاو خارجين على كارير ديال اللعابه، ما شنا لا كره لا والو، هادشي بقى ماتش ودي، بقى ما طحناش مع المجموعه ديالنا والمنتخبات اللي كنقولوا راه كاينين معانا. يعني اش غنقول لك، كره في المغرب راه ما كايناش، كاينه الوداد راه هي اللي كتفرح دابا في 2012، الوداد اللي كتفرح الشعب المغربي اخو. نكذب عليك، ما عندناش كره، ما عندناش كره، داك السيد اللي بقى فيه بونو بقى فيه مسكين، عنده واحد القائمه في سبليون كنت طيحوا ليه، بقى يمشوف داك الماتش ديال امريكا، اما واحد داك الناس نصيري ما كايناش فرقه من الاخر، كاين الحكيمي وبونو هما اللي كاينين في ديك الفرقه كامل، تعرفش حيدوا داك ما والو. المهم حنا المغرب ما عندناش كره، كره كاينه الوداد الوينرز. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.